بجهود حثيثة وخطى متسارعة تتابع محافظة دمشق صيانة وتأهيل سوق البزورية وبنه التحتية عبر إعادة فك حجر اللبون وتنظيفه ورصفه من جديد، حفاظاً على ألق وجمالية هذا السوق الدمشقي العريق الممتد بين قصر العظم وسوق الصاغة القديم شمالاً حتى سوق مدحت باشا مقابل فتحة حارة مئذنة الشحم جنوباً. بلشنا أول مرحلة، أبعنا الحجر للتنظيف المطارئ، بيشيلوا الإسمنت القديم اللي عليه وبيسووا الحجر المكسور. المرحلة الثانية شطنا الطريق وعملنا باطون مسلح، وهلأ حالياً عم نقوم بطريقة الترتيب، نحط إسمنت مع رمل ونخلطه شوية ماي فلفل يعني. بعدين بتبلش المعلمين تركيب الحجر بطريقة مرتبة يعني، وبعد هالأمر هذا بنقوم برش الإسمنت مع الرمل فوق الحجر ونبخهم شوية ماء مشان يسبر. والمرحلة الأخيرة هي التروية، بعد ما نخلص الشارع كله عملية التنظيف وبعدين التروية، بنروق بإسمنت ورمل بيطلع شكله أجمل وأرتب. مقاس الحجر هذا بيجي عدة مقاس، إحنا بنفرزه ونشوف شو اللي مناسب، كل صف له مقاس مسموح ل 20 22 23، بيصل هذا من 18 مثلا ل 27، ما بيجي موحد لانه مو قص منشار، شغل يدوي. ورشات وآليات وعمال كثفوا جهودهم ووزعوا الأعمال فيما بينهم ليتمكنوا من إنهاء العمل بالسوق بأسرع وقت، نظراً للخصوصية التي يتمتع بها والإقبال الكبير الذي يشهده خلال ساعات النهار، ما جعل العمل يقتصر على فترة الليل. بعد التأهيل الأرضية والبنية التحتية كتير مهمة لمشي الناس بشكل عام، لمشي الآليات جمالياً بيكون بيعطي مظهر جمالي أكثر بكثير. الشباب ما شاء الله عليهم عم يشتغلوا بهمة عالية أكثر من العادة يعني، وإن شاء الله بيخلصوا السوق بهاليومين وبنشوف شغلة حلوة كثير. بيعيدوا تأهيل الحجار، هذا سوقنا لأن إحنا أثري قديم، بيعطي قيمة جوهرية أولاً للسوق، ثاني شيء نشط السوق. طبعا هلا في عنا نحن عقد مع الشركه العامه للبناء والتعمير لاعاده صيانه الحجر اللبون داخل المدينه القديمه وخارجها، يعني عم نشتغل هلا نحن بالمهاجرين وبالساروجة وبالانوات، وفي عنا محور البزوريه اللي هو احد اعرق شوارع دمشق، مدينه دمشق القديمه. طبعا الشارع تاهل بالثمانينات ب87 و88، عملنا اعاده تاهيل للشارع وصار بده يعني صار له 30 سنه 40 سنه، حيصير له صار بده إعادة تأهيل التجميل.